جنرال محمد تهليل بيحي او اه تليها عيدنكا دولكا اي حوغا دالكا صوماليا او ورباهنتا دولادا لهاد لجي ايا كاور بيحي هول قل ملتري او كدعي دولادكا دقمدا حرر ديري اي قوبالكا مدوك هالكا سيو بيشي جنوري اي نوكاسو قدبني عيدمدا دولادا اي لوريغين جنرال بيحي ايا شاقين هول قلكا سيو سيوذا جرا اي اوفو ليين إذا ماذا حوغة دالكا يوكوة داتكا ديغانكا لغو بيك سدي غوب أي سكوة رورسانا يين سيدا وشيغي دقال يهنو كاتر سنال شباب وحانا هالكا سي كدعي دقال علوس أو لبادا دينا عودة حيا تاليها عيدانكا دولكا حوغة دالكا سوماليا جنرال محمد تهليل بيحي وحا وشيغي إنو سنجرين وحقا سارا ودنكو دكاسو غاري هول غالكا بالسا أي دلين تدبا حب نود أو كاتر سنال شباب إذا ما رحوا بدرجة الصوماليات من البعيد شو راح كتير عن دليل أوبريشن عن دليل توقتة حنا دعنا روسيا عن ذلكاس شعب ك الصوماليات كلهم عن الدجل جرعة عارض ولي كده بيجوا خوارج كده بيسخ كوا سوسي توقتة إنفورميشن توقتة ناس روسية يبقى مقال عارض وين ترى عن دل جرعة عن دل بعد عي عن دل وكد عي حربيرة دوات كيسة يلي راه الدوغان فار عادن بيو وطارب وحانا هون قلقة قادة يرمان حوق دلقة الصوماليات يرمان الدوغان كشرفت مضان كسوغ الحربيرة سيا الله سعطوه ماليد ويدواتي خواريش تلوب ويستي دواتا في العيانة في صنادة عن كبعين ونف يمال يحمتي يمعول بيسوط ستاي كل عدي وحا حوق نبوسو قاري خانقه إلي ربان إليه هو كار صنعنا بحنود عي إنت مركز أنت مارس وقادم واحد برشي صنعنا أنه اتذكر كلمة حوغة بفنه تاد عينك وحقوق هذا ساكة هودل يمنى قرقر يضنب يمنى الدهيان كي يكسو الحردارة وحيكوك هذين النواحي قفار عادا وحي قدها أقلين إلا 8 كيلو متر وحاكر عينك قدها في ودارب هالكاس سيدة حقتا أنكوها لينو وحاكوه قرشي خسارة ربعا وحن نقدر خوارج تروى الوبياسي تضوء خوارجة الله يعيدك يا سيدنا وضع يكوس مثلا نحن قلت أسكوكوتي كنت ونمر لبعض ونقوم في خوارج المركلة إن عزوحة كدعي هم قلت أس إرمالي ونمر قبان الشباب ننك إذا كما إسان هادلين دقالك يو شيق شجا جنرال بيحي ee goosha uu ka sheegtay howlgalkaasi ka dhacay duleedka degmada Harar Dheere dhanka kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay waxay sheegtay in guulo la taaban kara laga gaaray howlgalka military ee ka socday dalka tan iyo bishii August sanadkeenu ka soo gudubnay kaas oo tan iyo markii uu bilowday lagu qabtay 80 goobood isla markaana 700% hoos lagu dhigay warradii al-shabaab ee dalka ka fulin jirtay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay golaha wasiirada oo shir ku yeeshay maalintii shalay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa dhawaan mar uu la hadlay shacabka waxa uu sheegay inuu socdo diyaar garowgii ugu dambeeyay howlgalka wajigiisi labaad kaas oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ka socda dalalka deriska Kenya Ethiopia iyo Djibouti